السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة الخامسة من سيشن رقم واحد. من الحاجات المهمة جدا واللي بتسهل عليك شغل كتير في برنامج الإكسل هي النسخ واللصق. لو جينا بصينا هنا في قائمة هوم هنلاقي في حاجة اسمها كوبي وفي حاجة اسمها بيست، بس لو جيت بصيت على كلمة بيست هتلاقيها مش متفعلة. طب تعالى كده نحدد الخلية بتاعتنا، أي خلية إحنا عايزين نعمل لها نسخ، وليكن الخلية الأولى، ونعمل لها كوبي من هنا كده. هنلاقي كلمة بيست بدأت تتفاعل معانا. طب يا باشمهندس أنا عايز أنسخها وليكن هنا في الخلية دي كده، هبدأ أحددها كده وأختار كلمة بيست، هلاقي الخلية بتاعتي اتنسخت هنا واتنسخت بنفس التنسيق. طب يا باشمهندس أنا مش عايز التنسيق بتاعها يظهر معايا، أنا عايزها تظهر عادية جدا. لو أنا جيت ضغطت على الأيقونة دي كده هلاقي جايب لي شوية خيارات خاصة باللصق. لو أنا جيت وقفت هنا كده شوية هلاقي كلمة فاليو ظهرت لي، لو ضغطت عليها هيبدأ يجيبها لي عادية جدا من غير أي تنسيق ولا أي حاجة، تبدأ أنت تشتغل عليها وتعمل لها التنسيق اللي أنت عايزه. طب أنت لو جيت هنا يا باشمهندس بصيت هنا هتلاقي إن الخلية بتاعتي قصادها حاجة حمراء، الحاجة الحمراء دي بتقول لك ان انت لسه على الامر بتاع قبي، يعني ينفع تنسخ الكلام ده في اي خلية تانية. تعال نبص على خلية تانية كده نحددها وتعال نضغط بيست هنلاقيها برضو كانت معايا. طب انا لو عايز اغير التنسيق فبنبدأ نغيره زي ما غيرنا التنسيق ده. طب يا باشمهندس انا لو عايز الغي التحديد ده الغيه ازاي؟ من زرار اسكيب في الكيبورد، يبدأ هنا الاقي الاطار الاحمر بتاعي اختفى. طب يا باشمهندس انا عايز انسخ اكتر من خلية، تعال نحدد الاربع خلايا كده وتعال نعمل لهم قبي، بس مش هنعمل لهم كوبي من هنا، تعال نضغط كليك يمين هتلاقي هنا امر كوبي، خدتهم كوبي الاقي الاطار الاحمر بتاعي اتفعل معايا. طب انا بقى عايز انسخهم، وليكن مثلا عايز انسخهم هنا كده، فلو انت حددت الخليه كده وضغطت كليك واخترت بيست من هنا كده هتلاقي كل الخلايا جت معايا. طب يا باشمهندس انا عايز اعمل لها لصق في شيت تاني، تعال نفتح شيت تاني كده وتعالى هنا نقف هنا نعمل لها لصق. لو انا جيت وقفت هنا كده هلاقي في شبابيك ظهرت لي بيقول لك ان الخليه بتاعتك دي صغيره على الكتابه، طب انا عايز اظبطها، ينفع اوسع الخليه بتاعتي من هنا كده هلاقي التاريخ اتكتب معايا. طب يا باشمهندس انا لو جيت رجعت للشيت الاول هلاقي ان التنسيق هنا او عرض العمود والصف انا عايزهم يتنقلوا معايا، انقلهم ازاي؟ فتعال نعمل هنا من هنا كوبي كده وتعال نقول له كوبي، وتعال للشيت التاني هنا نعمل لصق. لو جيت وقفت هنا كده هختار بقى ابدا اختار هنا ايه، لو جيت هنا الاقي حاجه اسمها بيقول لي كيب سورس، يعني انت هتحتفظ بنفس الحجم. طب تمام انا عايز احتفظ بالحجم، هضغط هنا كده يبدا ياخد لي شكل الحجوم اللي كانت موجوده هنا في الجدول بتاعي، ودي حته مهمه جدا هتساعدك لو انت بتعمل كوبي بيست للجداول. طب يا باشمهندس انا عايز ابدل الصفوف تبقى اعمده والاعمده تبقى صفوف، ممكن اختار الاختيار من هنا كده، لو انا جيت هنا وقفت كده بيقول لي ان انا هعمل لك ايه، هعمل لك تحويل، تحويل للصفوف والاعمده، لو ضغطت عليها كده هيبدا يعمل لي الاعمده صفوف والصفوف اعمده، ينفع هنا من هنا اكبر العمود بتاعي والاقي كل حاجه ظهرت معايا. طبعا القص نفس خواص النسخ، ولكن هو بيحذف البيانات بتاعتي، يعني انا مثلا لو جيت حددت دول كده وعملت لهم قط وجيت هنا كده عملت لهم بيست هلاقي البيانات او الداتا بتاعتي كلها اتحذفت من المكان ده. تعال نفتح مثلا برنامج الوورد، مثلا تعال نكتب هنا W ونختار برنامج الوورد، نفتح اي شيت معانا كده وتعالى من هنا كده ايه نعمل كوبي، وتعالى في ملف الوورد نعمل بيست، هتلاقي كل حاجه جت معاك بنفس الصيغه. طبعا انت لو عايز الفاليو بس تقدر ايه تقدر تختار دي، يعني شوف انت حابب تختار ايه، ولكن اللي انا عايز اوصله لك ان انت ينفع تعمل كوبي بيست لاي برنامج انت عايزه من اي برنامج انت عايزه تدخله داخل شيت الاكسل برضه. يعني احنا مثلا لو جينا هنا كتبنا محمد، تعال نغير بس كده اللوحه بتاعتنا ونكتب محمد رسول الله، ونبدا نظبط فيها شويه حاجات كده، مثلا ان احنا نكبرها مثلا ونعمل لها بولد، وتعال نظبط ايه اللون بتاعها، تعال نحددها كلها كده ونعمل لها ايه كوبي. ينفع تعمل كوبي بكنترول سي من الكيبورد، فتعال نجرب نعمل كنترول سي من الكيبورد، وتعالى نفتح الاكسل نختار اي خليه ونعمل كنترول في، كنترول في يعني انت هتعمل له لصق دايركت. وبكده نكون انهينا الحلقه بتاعتنا، شكرا للمشاهده وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.